المفروض بقى الحاجات دي الحقن يعني بيقعد قد ايه في البشره؟ سنه مثلا؟ كل سنه يتعمل؟ تقريبا من 6 ل 8 شهور بيتكرر بعد كده. دايما اقول لهم هو ما فيش لازم، بس هو في ثقافه ان انا بحط في بالي ان انا بريستور الناقص في جسمي وبحافظ على بشرتي، مش بعمل حاجه مثلا وانس وخلاص، لا. فانا كل فتره هعمل حاجه، الحاجه دي هتفيدني، سواء اجهزه طاقه تعمل تحفيز للكولاجين، سواء حقن بوتوكس او فيلر لو انا محتاجاها تحسن لي المشاكل اللي موجوده وكمان بتحفز الكولاجين. فدايما دايما احنا حتى لو ما عملناش خلال السنه بنبقى احسن من نقطه الصفر، لان احنا اشتغلنا على تحفيز كولاجين. وطبعا روشتة قوية محترمة في البيت مهمة جدا 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 علشان الاتنين بيكملوا بعض. ساعات ناس بتتخيل انها لما تحقن انا مش هستخدم حاجة في البيت بقى زهقت، لا، الاتنين بيكملوا بعض وبتحافظي على نتيجة اللي عملتيه. حاجات فيتامينات مثلا وحاجات كده، الفيتامينز، الهيرونيك اسيد، الريتينولز، من الحاجات القوية جدا في تجديد البشرة وعلاج التصبغات. يعني فيتامينات وكريمات لازم لازم، الروتين بتاع البشرة ده مهم، جزء لا يتجزأ من حياتنا مع اي بروسيدير بنعمله. منى اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي يا حبيبتي، مساء النور. اهلا وسهلا بيكي. انا بس كنت حابه اسال دكتور شيرين، وانا كنت بس متابعاها على الانستجرام دايما، فكانت قالت على حاجه ليها علاقه بفيلر النضاره، كنت حابه ان انا اجربه جدا، بس في نفس الوقت خايفه يغير ملامحي. انا لسه صغيره، لسه 30 سنه، فانا خايفه انه يغير ملامحي قوي، فاحس ان انا عامله حاجه شكلها مش احسن حاجه عليا، وفي نفس الوقت اكون دخلت في الموضوع بدري قوي، يعني برضو مش عايزه اغير شكلي قوي لان انا لسه حاسه اني صغيره ومش محتاجه حاجه. ايوه صح، الحكايه دي النقطه دي مهمه. ايوه ساعات برضو من بصي الجمل اللي قالتها دي هي الجمل الثابته عند اغلب الناس اللي بيجوا. ايوه انها حاسه انها صغيره، هي ملهاش خالص علاقه بسن. دايما احنا عندنا فكره ان انا هحقن يعني انا كبرت، انا عجزت، لا لا هستنى بقى، انا لسه صغيره. بالظبط، اكبر غلطه بنقع فيها. كل ما ابتدينا بدري اصلا كميه تحفيز الكولاجين اللي هتطلع احسن بكتير من كل ما اتاخرنا ان احنا نستخدم ده، فبالتالي هتلاقي نتيجه احسن وهتقعد معاكي مده اطول وهتحافظي على بشرتك من علامات تقدم العمر فتره اطول. فبالعكس كل ما ابتدينا بدري، 30 ده سن مناسب جدا، وقبل كده كمان عادي، احنا من العشرينات بنحقن السكين بوسترز كلها فيها حاجات كتير جدا. هقول لها على نقطه فيلر النضاره، فيلر النضاره هو الفيلر العادي خالص، بس احنا بنحقنه بتقنيه معينه بحيث ان احنا نحافظ على كونتور الوش لطيف، ونعمل تحفيز للكولاجين، نحسن تحت العين الهالات السوداء لو موجوده، وكمان تدلنا اللوك الناتشرال الطبيعيه اللطيفه. هو الفيلر العادي بس تقنيه حقنه هي اللي مختلفه عشان تبرز جمالك بدون ما شكلك يتغير خالص. دي اهم حاجه فيه. ايوه الحكايه دي مهمه، ما هي لو مجرد حاجه بتحفز كده الكولاجين الطبيعي ان هو يطلع فهي ما بتغيرش الشكل، لا خالص. هي اصلا ماده طبيعيه موجوده في جسمنا، ربنا خلقها في جسمنا، هي نفسها بالظبط بتتجانس مع النسيج بتاعنا وبتتحسن اكتر كل ما شربنا ميه. عشان كده دايما بعد الحقن بننبه عليهم نشرب كميه ميه كتير جدا. الهيرونيك اسيد بيشتغل بالميه وبيدي نتيجه اكتر واحسن بالميه، فعشان كده ده مهم جدا. يعني احنا اصلا كمان في حياتنا لازم نشرب ميه كتير، لازم على الاقل 3 لتر يوميا، يعني 8 كوبايات ميه كبيره، ده لازم كتير. كتير بس لازم، مهم ضروري على فكره لبشرتنا، لشعرنا، لجسمنا عموما، الاعضاء، الكلى، كل الحاجات دي مهمه جدا. الميه مهمه جدا، والسان سكرين طبعا بقى مع دخول الشمس والتان والقيره دي كلها اكتر غلطه ممكن الناس تبقى بتعملها وهي مش واخده بالها منها. ايه بقى التان؟ التان بيعمل ايجينج رهيب وبيعمل عجز مبكر، لان هو انت بتكسري كل الكولاجين اللي في الجلد كمان، وبيتعرضوا في وقت صعب جدا من 12 ل 4، ده اكتر وقت يقدروا ياخدوا فيه التان اللي هم محتاجينه، هو اصلا درجه من درجات الحرق اصلا للجلد. كمان بيعمل ايجينج رهيب، فده هم ما بيحسوش بيه في وقتها، بس انت فجاه بتقول لك انا كنت كويسه بس فجاه السنه دي حسيت ان انا عجزت وظهر لي تجاعيد كتير جدا. هو تراكم للحاجات دي كلها، والعدم استخدام مواقي الشمس كويس، والعدم شرب الميه، تعرضنا لدرجات حراره عاليه واشعه مضره من اليو في اي واليو في بي من الشمس، بتعمل كده. بيبقى علاجها كل ما ابتدينا بدري كان احسن، والحقن بيبقى هو البديل الوحيد لما التجاعيد دي بتبقى موجوده وثابته. ما لهاش علاج خالص الا الحقن. حقن النضارة في منها كمان انواع كتير، بقى فيها كمان بروتين وامينو اسيد، كمان بتساعد ان احنا نبني اكتر كولاجين، كمان فيها حاجات بتعمل مفعول البوتوكس، حاجه اسمها بيبي بوتوكس معروفه كده في الماركت، بحقن مواد تعمل لي دبل اكشن،
تعمل لي تاثير البوتوكس وتعمل لي تاثير حقنه النضاره كمان وتحفيز الكولاجين والنضاره بتاعه الهايرونيك اسيد، يعني فتحسن لي التجاعيد. اه دي بقى بتحفز الكولاجين والحاجات الطبيعيه اللي في الوش، بالزبط. وفي نفس الوقت بتساعد بماده كمان. بالظبط.